انا معايا 15 ثانيه تقريبا، هو مفيش 15 ثانيه انا سارقهم يعني. توقعاتك للماتش ايه؟ ماتش صعب جدا جدا. النتيجه جدا يا باشا مش صعب لأنا. صعب يا بس خليني اقول لك عشان انا هكسبك مع الجايزه الاولانيه. لا خلاص دي حاجه ودي حاجه بالظبط. خليني اقول مثلا انه 2-2 2-2 2-1 للزمالك يا 2-2 2-1 للزمالك 2-2 ماشي. بس عايز اقول لكم حاجه بصراحه، انا انبسطت قوي النهارده والله. والله العظيم انتوا جامدين جدا بامانه يعني مش ببالغ، بس انتوا جامدين جدا. كنا الساده المشاهدين كمان يبقوا كانوا مبسوطين جدا النهارده. بشكركم شكرا جزيلا محمد جمال ومحمود شاكر كالعاده، تالق وابداع مش طبيعي. بكره هيكونوا معانا برضو بعد المباراه يحللوا هذه المواجهه الكبيره بين الزمالك والنادي الاهلي في الدوري الممتاز.